مزاد العملة يعد من المصادر الرئيسية للحصول على الدينار العراقي عبر بيع الدولار وبشكل منظم مع المصارف، إلا أن مصير الدولار بحسب اقتصاديين مجهول الوجهة بعد بيعه عبر المزاد، وصاحب تلك التساؤلات مخاوف من استغلاله في عمليات تتسبب بتشويه السياسة العامة للبلاد والتي تؤدي إلى تهديم الاقتصاد العراقي، حيث أصبح مزاد العملة حسب رأيهم شكلاً جديداً من أشكال الفساد الاقتصادي المرتبط بعملية غسيل الأموال وتهريبها من داخل البلاد. يجب أن يكون هناك مراقبة لا يذهب إلى مسائل تهريب تبييض أموال. يجب أن تبرز وثائق يعني أنه تم استيراد هذه البضائع والسلع ودخلت العراق من الدوائر الجمركية، من الدوائر الاختصاص الرقابية، حتى لا يجري التلاعب بهذه يعني العملة. ضبط عمليات الاستيراد خطوة مهمة في زيادة الإيرادات التي يحصل عليها العراق عبر المنافذ الحدودية والجمارك والضريبة، ونجاح تلك الخطوة يعتمد على التخلص من سيطرة بعض الجهات المتنفذة، كما جاء في رد أحد خبراء الاقتصاد في إشارة إلى وجوب تفعيل البنك المركزي لدوره باتخاذ إجراءات صارمة تجاه ملفات الفساد وإحالتها إلى النزاهة. العراق دا يخسر أرقام كبيرة نتيجة الفساد المستشري في المنافذ الحدودية، نتيجة الإعفاءات اللي موجودة، نتيجة عدم إدراج المواصفات المطلوبة في السلع المستوردة. أموال طائلة، إحنا من نتحدث عن 35 إلى 50 مليار دولار، 60 تريليون دينار عراقي. المنفذ الوحيد لإخراج العملة الصعبة من البلاد هو ملف مزاد العملة الذي يعد مرتكزاً للأمن الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن هذا المنفذ تجاوز اتهامات غسيل الأموال بدواعي التربح حتى صار واجهة لعمليات مشبوهة قد تصل إلى حدود تمويل الجماعات المسلحة. ندى المرسوم من بغداد، التغيير.